شريف النهارده في مطبخ مها. النهارده هروح نعمل مشروات شوبينج في النتو قريب مننا، وهلازم الماسك عشان الكورونا، لازم نهتم بالتعليمات عشان نحافظ على نفسنا. ونشوفه جوه. موجودة؟
اشترينا حاجات كتير ودفعنا برضه فلوس كتير برضه بالكارتة، وهم منعونا ان احنا نصور جوه، بس هنشتكي ونقول لهم ان احنا مش بكاميرا، احنا بتليفون، وهنشوف ردهم ايه. بس كان يعني يوم دينا قضيناه مع بعض، واشوفكم في فيديو تاني. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان تشوفوا كل جديد. يلا سلام.